محمد عبد الله نصر. شيخ محمد اهلا بيك، اتفضل. نورتنا. السلام عليكم يا استاذ وائل. عليكم السلام يا شيخ محمد، اتفضل. اهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام وبمشاهديك الكرام. بيحيوك جميعا شيخ محمد، اتفضل. سلام على كل الناس الا من يرى انه ابن ناقصة العقل والدين، الا من يرى ان امه شيطان، اذا اقبلت اقبلت في سورة شيطان وادبرت ادبرت في سورة شيطان. ولكن ده عشان الشيخ سامع، بس هو كان بيقول لك ده بيتكلم عن حديث عقل ودين. دي مين اللي قالها يا شيخ؟ اولا يا استاذ وائل، الله سبحانه وتعالى يقول: ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه. الافاك الاثيم هو الذي اذا سمع كتاب الله يعني انكره وامن باشياء ومكذوبه على رسول الله وترك كتاب الله. هيا بنا نحتكم إلى كتاب الله، لا لمجمع البحوث ولا لهيئة كبار العلماء، ولكن إلى القرآن الذي قال عنه الله تبارك وتعالى، ولا يحترم الأزهر، الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. القرآن الكريم يساوي بين الذكر والأنثى، فالقرآن لا يعرف كل شيء، حتى في المواريث، حتى في كل حاجة. القرآن يقول: أن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت بتقول القرآن الكريم يساوي بين الذكر والأنثى، وكلمة الإنسان هنا تعني الذكر والأنثى على السواء. وقال الله تبارك وتعالى: إنا لا نضيع عمل عامل منكم. ماشي، احنا مش مختلفين في الكلام ده، خليك في الولاية بس. ثالثا، الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي خلقكم من نفس واحده. اي مش كل ده كلام احنا قلناه، كل ده مش مختلفين عليه. واحده. القران الكريم لما تكلم عن العمل المراه جاء بابنتي شعيب في سوره القصص، فلما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين. عمل ايه بقى؟ استغرب، انتوا جايين امراتين جايين ليه؟ تعجب. قالوا له عشان ايه؟ يا شيخ لا تقاطعني. اثنين من النساء يخرجان للعمل، هم أولاد نبي يتلقى تشريعا من الله، وتزوج نبي آخر اللي هو سيدنا موسى. لا، ثانية واحدة بس، عشان دي نقطة مهمة جدا جدا. هم لقاهم في جنب ما بيسقوش مع الرعاة، لأن هم امرأتين مش عايزين يختلطوا بالرجال، صح؟ قال: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، صح ولا غلط؟ يبقى هم ما دخلوش معاه، وأبونا شيخ كبير، ذكروا له الحجة إن هو ما بيملوش عشان أبوهم شيخ كبير، فسقى لهم، يعني الراجل برضه سألهم. طيب. أخ سامح، بعد ما أخلص يبقى أعمل مداخلتك، أنا على التليفون وأنت قاعد في الاستوديو معاك ساعتين ثلاثة. لا، إحنا خلاص ماشيين. طب اتفضل شعيب. ابنتي شعيب، ثم يذهب بنا الله إلى ملكة تولت أرفع منصب سياسي وهو إدارة شؤون الدولة، وهي ملكة سبأ. أثنى عليها القرآن الكريم وعلى حكمتها، فقال: وما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ده بتقول للرجالة كده، ده هي بتقول للرجالة كده، بتقول لهم: وما كنت قاطعة. ما كنت. فهي بتستشيرهم. أرجوك يا أستاذ سامح، ممكن ما تقاطعنيش؟ طيب اتفضل شيخ محمد. وقال انه ما افلح قوما ولوا شؤونهم لامراه. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقل: وما افلح قوم سبأ انهم ولوا شؤونهم لامراه، ولا ده حديث في البخاري. ماليش دعوه بالبخاري. طيب شفت، ده اللي انا عايز اطلعه منك في الاخر، انت مالكش دعوه بالبخاري. طيب امال بتتكلم ليه؟ امال لك دعوه بمين؟ الحديث الذي يخالف نصا قرآنيا نضرب به عرض الحق. البخاري اجمعت عليه الامه وعلى صحته، والدكتور طيب يقول لك. خلينا ما يعني مش عايزين نتطرق للنقطه دي، مش عايزين يعني ندخل في منحنيات يا شيخ محمد. ماشي، اذا خلينا في القضيه الاصليه. ماشي، اذا سمعتم عني حديثا تنكرونه فعرضوه على كتاب. طب ما انت بتستشهد بحديث اهو، ده لو كان حديث، فين الحديث ده؟ نضربوا به عرض الحق. فين الحديث ده؟ عندنا القرآن الكريم ساوى بين الذكر. امال بتستشهد بحديث ليه؟ واباح للمراه ان تتولى الملك وان تخرج للعمل اسوه بابنتي شعيب، واثنى الله على امراه فرعون، ثم اثنى على السيده مريم التي كانت تعيش وحدها وخرجت في رحله الولايه. وهي دي تولت ولايه؟ وجاء تولت ده ارفع منصب، انجبت المسيح عيسى ابن مريم.
وكانت تتعامل مع الرجال بأسلوب. أنجبت أرفع منصب. طيب الحمد لله، يبقى النساء كلهن بقى أصحاب مناصب. عندنا نص صريح في القرآن الكريم يقول يا أيها الناس، الناس هنا تعني اسم جنس، تعني الذكور والأنثى. لا تلبس على الناس، لا تلبس على الناس بهذا الكلام، منهج خطابي ليس فيه أدلة. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فكيف يتعارف النساء وهن قابعات في البيوت؟ ما قلناش قابعات في البيوت، تتعلم النساء وتاخذ وتعلم الرجال ايضا. النبي الا لنساء النبي، وليس هناك نص واحد في القران الكريم يحرم على المراه ان تخرج للعمل وان تتولى ارفع المناصب، فالله لا ينظر الى صورنا ولكن ينظر الى قلوبنا. فالمرأة إذا كانت كفءاً لتولي العمل فهي أهل له. أما كلمة الرجال في القرآن الكريم لا تعني الذكور، بل تعني الساعي المتحرك الباذل للجهد. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً، يعني ذكوراً فقط، لا ذكور وإناث، رجالاً يعني ساعين متحركين. وقال الله تعالى ماشي، خلينا في موضوعنا، لا تتشتت باسلوب خطابي معهود فادغ من الادله وتنكر السنه وتنكر وتتكلم على البخاري بالسيء. حقوق المراه مش حقوق الذكر، ولا هن مثل، ولا ننكر حقوق المراه لها مرتبه ساميه. يعني بدا بحق المراه قبل حق الرجل، والعمل حق لكل انسان، ولكن المؤامره السلفيه الوهابيه تريد. خليك انت اشتم في الوهابية وفي البخاري وفي الدنيا كلها، لتدمر المجتمع. تريد ان تجهل المرأة وتحبسها في لا كذبت كذبت عن المرأة تتعلم ونسانا معها شهادات. تخيل يا استاذ وائل، السلف الوهابي بيضرنا دلوقتي لمناقشة حق من حقوق الانسان اللي هو عمل المرأة بعد ان صعد الناس الى الكواكب الاخرى والى القمر. طيب. ونحن ما زلنا نبحث قضيه عمل المراه، واللي بيجرنا لده تيار سلف وهابي. احنا ما بنتكلمش في عمل المراه، بنتكلم في توليها المناصب العامه. عمل المراه، المراه تعمل استقطاباتها الحاجه. اقول هنا صراحه لا تعمل وتتعلم. راي الفقهاء هنا لا يعتد به، ولو انت مش بتاخد بالاحاديث هتاخد براي الفقهاء. مهما ده انت بتكذب البخاري يا راجل. لو اجمعوا على مخالفه القران الكريم فهم فقولهم باطل، لان الله قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي القران الكريم ذم الاغلبيه دي. شيخ محمد الف